بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل وياكم المصفوفة ثنائية البعد. مثل ما تعلمنا بالمصفوفة أو حالية البعد نسوي قراءة وطباعة على عناصرها من خلال استخدام اللوب، هنا أيضا راح نسوي استخدام اللوب. بالمصفوفة الأحادية كان عندنا موقع، كان عندي مؤشر يأشر عليه لي اسم الآي. بما أن أنا عندي صف عمود راح أخلي مؤشرا مثلا آي وجي. طبعا اختيار اسم المؤشر هو مطلق الحرية لك، مجرد أن تسوي الشيء معتاد من قبل أغلب اللي يستخدمون البرمجة. شيء صار تراكم الزمن، أنت ممكن تسميه أي شيء، لكن أنا أخلي دائما I يأشر على الصف و J يأشر على العمود الرو والكولوم. أوكي، راح أسوي التالي. for إحنا قلنا المصفوفة تنقري صف صف. اوكي، اي تساوي صفر، اكيد راح اقرا الصف بما انه صف صف، راح انقر الصف. اول شيء لازم ابدي بالصف. اي اصغر كم صف عندي؟ 2. اي بلس بلس الداخل هذا اللوب راح اجي اسوي لوب يمر على المواقع او الاعمده لكل صف. فور جي تساوي صفر، جي اصغر من 3، جي بلس بلس، سي ام ام اوف الاي اوف الجي. تابع هذا الكود شوف شنو اللي راح يصير بي. اوكي، جينا وعرفنا مصفوفة اسمها ام، هذه المصفوفة ابعادها 2 في 3، صار المصفوفة بيها صفين وثلاث أعمدة. أوكي، عندي الصفوف 0 1، هنا عندي 0 1 2. شلون راح تتم عملية القراءة؟ I تساوي 0 بدأ لوب. أوكي، هل 0 أصغر من 2؟ لاحظ خلينا نكتب هنا I وهنا نكتب J 0. هل 0 أصغر من 2؟ نعم، إذا راح يدخل بهذا اللوب الداخلي. جي تساوي 0، لاحظ جي أصغر من 3، هل 0 أصغر من 3؟ نعم، راح يدخل باللوب. سوي لي قراءة رقم، مثلا أفرض أني هنا على الشاشة قرأت رقم 5، خليها بالموقع I الصف رقم I يعني صف 0 العمود جي، جي هم أيضا 0، راح يجي 5 بهذا الموقع. زيد الجي بواحد، دائما احنا نكمل اللوب الداخلي. يلا نرجع لللوب الخارجي من جديد، يعني كل مرة مو اوصل لنهاية هذا اللوب راح ارجع لهنا، لكن مين يخلص هذا اللوب يصير بي ايرور، يعني عفوا يصير الشرط مالتي هذا فولس ما يتحقق. كل اللي راح اسويه راح ارجع لهذا اللوب، الى ان هذا ايضا ما يتحقق ارجع اكمل النهاية. اوكي، نرجع جي بلس بلس، صارت الجي 1. اوكي، راح اسوي سي ان قريت رقم مثلا 9، هذا الرقم ورا ما قريته خلينا عليها بالمصفوفة الصف اي، صف اي قد قيمتها 0 والعمود 1 الجي 1، اذا وين جت 9؟ هنا. بعدها سويت متخيل رقم مثلا 11 والجي طبعا صارت ايش قد؟ 2، هل 2 اصغر من 3؟ ترو. خلي لي بالمصفوفة ما تلي اسمها M بالموقع I الصف I 0 العمود J 2، راح تجي 11 هنا. بعدها زيد الجي 1، صارت الجي 3، هل 3 أصغر من 3؟ False، خطأ. بما أنه خطأ خلص هذا اللوب، راح يكمل اللوب الآخر. اللوب الآخر سوى انطى اي بلس بلس، صارت الاي 1، راح يجي يسأل هل 1 اصغر من 2؟ ترو. ادخل ينفذ لي محتوى هذا اللوب، هذا اللوب الثاني بداخل هذا اللوب. واحنا قلنا من نوصل للوب داخلي، من نوصل للسطر القبله راح ترجع قيمة اللي سويناها انشلايز تتفعل من جديد، ترجع الجي 0 مرة اخرى. لكن لو وصلنا لهذا اللوب عن طريق نهاية اللوب هنا، أنا من جد يعني يسوي لوب يسوي عملية تكرارات، لا راح يزيد الجي. أما لو نصل له من الأعلى
وراح تصير الجي على القيمة الابتدائية اللي نطيناها احنا داخل لوب الانيشاليزيشن. اوكي سوي لي سي ان، دخلت رقم 7 خليها بالصف اي، اي جت قيمتها 1، العمود جي، جي جت قيمتها 0، راح يجي هنا 7. اوكي زيد الجي، صارت الجي 1. هل 1 اصغر من 3؟ ترو. راح اقرا مثلا رقم 5 من جديد، راح اخليها بالموقع 1 1، الصف 1، العمود 1 5. بعدها اقرا رقم 8، صارت الجي طبعا 2. هل الثمانية عفوا خليها 8 الام بالرو اي اللي هو 1، الصف رقم 1، العمود جي اللي هو 2 8، زيد الجي صارت الجي 3. هل 3 اصغر من 3؟ ايضا فولس. طلع من هذا اللوب كمل، هذا اللوب صاير بداخل اللوب الخارجي، يعني كأنه ما كمل الجمل المكتوبة بداخل لوب خارجي، راح يرجع كل بداية اللوب. زيد الاي صارت الاي 2. هل الاثنين اصغر من 2؟ فولس. راح يطلع يعوف ويجي للسطر اللي بعد اللوب ويكمل. هنا انترست المصفوفة وخرج منها. عملية الطباعة جدا مشابهة، راح تتم بالشكل التالي: for i تساوي 0، i اصغر من 2، i بلس بلس. لكن راح يصير فيها اكثر من مصدر، لذلك راح نستخدم الاقواس for، خل فقط اسوي عزل حتى تكون واضحة، j تساوي 0. اوكي j اصغر من 3، لان عندي 3 اعمدة، j بلس بلس. اوكي بداخل هذا اللوب الداخلي راح اقول له سي اوت ام اوف الاي اوف الجي، اتبع العنصر الحالي واتبع الياها بفراغ حتى لا يلتصق عنصر بالاخر. اوكي الان اللي راح اسوي هذه الفكره، مو كملت انت الصف هذا كله بعدين صارت الجي قيمتها 3، هل 3 اصغر من 3؟ فولس. كمل لي داخل هذا اللوب، اطبع لي، راح اقول له اند لاين، ينزل سطر من كمل الصف ويرجع يزيد الاي بواحد. اوكي الان اقوم بتنفيذ هذا البرنامج، ادخل 1 2 3 4 5 6، ما يهم الطريقة اللي دخلتها، لاحظ راح لها بالشكل الصحيح 1 2 3 4 5 6 بشكل مصفوفة ثنائية الأبعاد. جيد الآن عن تعلمت بالمصفوفة لازم أثبت الأبعاد حتى تخلص، فأنا أيضا ممكن أثبت الأبعاد، مثلا ممكن أسمي هذا N وهذا M، أو أسمي هذا رو وأسمي هذا كولوم. مثلا قلت N و M، راح أقول له كونست أند N تساوي 2، صفينا كان عندي كونست أند M تساوي 3، عندي 3 أعمدة. لاحظ هنا المصفوفة ما يصير واحد أسميها، لازم أسميها ماتريكس، لأن أنا ما يصير عندي M مصفوفة و M متغير. هنا الفكرة راح أغير، بدل كل 2 راح أخلي N، بدل كل 3 أخلي M، حتى مجرد أنه إذا عايز أغير حجم المصفوفة بكل سهولة فقط أغير من هنا، راح يتغير بكل الأماكن. انتهى هذا الفيديو عن طريقة قراءة الطباعة في مصفوفة ثنائية الأبعاد، راح نجيب الأمثلة في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، تابعونا.